لو اتحطيت في ظروف رمضان صبحي، هل هتقبل ان تنتقل لبيراميدز؟ وهل كنت تتوقع ان يحصل كل اللغط اللي حصل معاه ده؟ هو اختياره انه اختار نادي بيراميدز، اذا كان عشان الفلوس او عشان كذا، في الاخر هو يتحمل الامور دي. بس انا لو مكان رمضان انا مش هختار بيراميدز. يعني ممكن الاجيال، بسبب الاجيال تختلف. ممكن انا مثلا راجل عاطفي ونلعب على وتر الاهلي وكذا، وممكن اضحي كل حاجه عشان بالفلوس، يعني عشان خاطر النادي الاهلي، زي في ناس كتيره كانت زي برضو في الجيل بتاعي عملت كده، ضحت بحاجات كتيره عشان النادي الاهلي. بس هو في الاخر اختار نادي بيراميدز علشان ايه؟ مش عشان بطولات ومش عارف ايه، مع احترام النادي بيراميدز يعني، هو اختار الحياه الماديه. في لعيبه كتير جدا عندها مواهب كبيره جدا، كانوا في منتخب البرازيل و بيختاروا يلعبوا في الصين ويلعبوا في روسيا ويلعبوا مش عارفه فين عشان الناحيه الماديه، وفي الاخر خسر المجد ان هو يبقى عنده بطولات كتيره. هي النقطه برضو ساعات الواحد لازم يقولها، يعني انت عايز بعد الكوره تعيش عيشه كويسه ويبقى معاك فلوس كويسه، ولا عايز الناس تقعد تتكلم عنك؟ وممكن يكون هيبقى معاك فلوس برضو، هتبقى عايز تعيش عيشه كويسه، بس الناس كلها تفضل تتكلم عنك وتاريخك وبطولاتك وكذا. فانت في رمضان هو اختار دي، اي يعني هي معادله، يا اما اختار الفلوس بس، يا اما كنت اختار جزء من الفلوس بالزبط. وجمهور وتاريخ، ولما تخلص ترجع الاهلي تشتغل في الاهلي. تشتغل بقى النادي الاهلي يكبرك، النادي الاهلي تفضل. لا يعني معلش، انا الحمد لله رب العالمين، لما الواحد بيروح البرنامج بيقول لك ايه، زي ما حضرتك قدمتيني دلوقتي، حسن مصطفى لاعب منتخب مصر، النادي الاهلي، نادي الزمالك، حضرتك جبت انديه تانية؟ لا عشان بس هو دوت، هي دي النقطة. بس مش عارف اقولهم دول كتير قوي يا كابتن. الله يخليك. هو مش بنقلل منهم برضه عشان برضه ما نقللش، بس دايما الناس بتبص للناديين الكبار، الاهلي والزمالك هم اساس بالظبط كده. فانت اخترت نادي تاني غير الاهلي والزمالك، خلاص اتحمل بس. يعني دي نتيجة، يعني هو هيتحمل، هيفضل يتحمل اختياره ده حاجات كتيرة، ان انت تبعد عن المنتخب، ان انت تبعد عن حاجات كتيرة جدا، عواقب، يعني العواقب كتيرة هتقعد، لان انت برضو جمهور نادي الاهلي لما بيجي قبلك، يعني بيراميدز بيلعب قدام النادي الاهلي بيفضلوا يضغطوا على حته حته نفسيه بقى، فبيفضلوا ضاغطين عليها ضاغطين عليها. هل انت بقى عندك الثقه في نفسك بتفضل كل ماتش قدام النادي الاهلي تبقى كويس؟ لا، في اوقات تبقى كويس قوي وفي اوقات بتبقى وحش، تهتز يعني من اللي بيحصل يعني. طبعا طبعا.